أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته فتح مراكز احتجاز المهاجرين لزيارة الصحفيين وإطلاعهم على أوضاع المهاجرين، ويأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز والباسو تايمز تقريرا عن مركز احتجاز تابع لحرس الحدود في كلينت بولاية تكساس تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأطفال، وهو ما وصفه ترامب بأنه غير صحيح.